السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف الأكاونت أدمن لأوتوديسك بيم 360، أو يعني نقدر نقول مقر تنفيذ العمليات أو مقر تنفيذ المشاريع. أول حاجة بليها بروجكتس دي المشاريع، فبقول له آد وأضيف المشروع اللي أنا عايزه، وليكن مثلا أو إي إس مثلا. تمام، البروجكت تايب بتبدأ تختار نوع المشروع بتاعك، وليكن مثلا ريستورانت، الكونستراكشن تايب مبنى جديد، المليون مثلا. الكونتراكت تايب تختار بقى اللي انت عايزه، كونستراكشن مانجمنت او اي بي دي. التاريخ بتاعي بالشكل دوت. البروجكت جوب نمبر، لو انت عايز تحط صورة، معلومات عن عنوان المشروع، التايم زون بتاعك، اللغة اللي انت هتشتغل بيها. سيف، بيقول لك عايز تأكتف في البيم 360 جلو ولا لأ؟ اقول له أكتف، وهبدأ احط اليوزر، الشركة. انا نعرف بعد كده ازاي نضيف شركة. اقول له سيف، تمام، اقول له فينيش، فأصبح موجود معايا الـ OS هوت. تمام، ممكن أجي هنا أدوس عليه، هيقول لي بقى الممبر، فأبدأ أضيف أشخاص يشتغلوا معايا في المشروع. تمام، سيلكت، وأبدأ أقول له مثلا ده في أنهي شركة، الرولز بتاعه. ممكن أفعل بروجكت أدمن، وأفعل إن هو يبقى إنسايت بحيث إن هو يشوف المعلومات بتاعة المشروع. تمام، طيب ممكن اكمل شغل على المشروع دوت، او ادخل في بيم اريبيا اللي هي الاساسي. تمام، هدخل هنا كومباين، ابدا اضيف المشاريع. عندي مشروع واحد بس، سوري الشركات. خلينا ندخل في البروجكت ادمن، واقول له انا عايز ادخل بروجكت ادمن الاساسي اهوت. هقول له انا عايز كومبانيز، فيبدا يجيب لي الشركات الخاصة بالمشروع اللي هو او اس. تمام، طيب انا عايز اقول لا، رجعني البيم اريبيا الاساسية. من بيم اريبيا الاساسية اقدر الاقي في كومباني زرار اد، اقدر اضيف اكتر من شركة، دي الشركات اللي هي شغالة معانا في المشاريع. اقول له كومباني نيم، وليكن مثلا اي ار سي مثلا، التخصص بتاعها اركتكشر مثلا، العنوان، التليفون، اللوجو بتاع الشركة، الديسكريبشن، وهكذا. دي المعلومات الخاصة بالشركة، فأصبح عندي شركة أضفتها اسمها ARC. تمام، وكذلك الأشخاص أقدر أضيفهم هنا، وأقدر دول اللي موجودين معايا أقدر أحطهم على قوة أي مشروع. الناتج بيبدأ يجيب لي معلومات ويحلل لي المشاريع اللي عندي في الشركة. ممكن يكون عندي كذا مشروع، يبدأ يجيب لي المشاريع دي نوعها إيه وهكذا. على سبيل المثال أنا عندي 4 مشاريع أكتيف، وهيت، وفي الكومباني اللي موجودة، التريد، في اركتكشر، كونستراكشن مانجمنت، وفي ان اساين لسه متحددش نوعها ايه. ودي الاعدادات، اقدر اضيف اكتر من اكونت ادمنستريشن. تمام، ممكن تيجي على بروجكت، ولما تضيف جديد، لما تعمل سيلكت على اي مشروع فيهم، فيبدأ يفتح لك المعلومات الخاصة بيه. تمام، الخاصة بالمشروع ده بالذات.